توجه العديد من المواطنين الموريتانيين الحالمين بالثراء السريع منذ أسابيع إلى مناطق التنقيب عن الذهب شمال البلاد بعد الحديث عن وجوده هناك، وفيما يحكي العديدون هناك قصصا على الجهود المضنية التي بذلوها في سبيل الحصول على كنز لا يزال مفقودا بالنسبة للكثيرين منهم، فإن آخرين يستعدون للذهاب. فريق من قناة مرابطون زار المنطقة وعد التقرير التالي. حلم واحد فقط بات يراود العديد من الموريتانيين وهو الثراء السريع، فبعد الحديث عن وجود الذهب شد البعض الرحال إلى منطقة التنقيب، والبعض يعد العدة وآخرون يفكرون بالموضوع. لكن أحدا من الحالمين لم يفكر في شكل بيئة التنقيب ولا في كيفية العيش هناك إلى أن يحصل على الذهب. منطقة تازيازت وما حولها هي صحراء شاسعة تظهر على نسق واحد، حيث ترى عينك مسيرة أيام وكأنها على مقربة منك. ففي تلك المنطقة يتجلى خداع البصر في أبهى تجلياته، ناهيك عن ندرة المياه وقلة مظاهر الحياة البيولوجية إلا من أفاعي وعقارب وشجيرات متطايرة في بعض الأماكن تعرف محليا بأتيل أو عشبة تعرف بأم ركبة. أما شكل السطح فهو سطح مستو غطته الطبيعة بفتات الحجارة في أغلب الأماكن وبسهول رملية صعبة المراس حتى على رباعيات الدفع عابرات الصحراء وتعرف بذراع. تلك باختصار بيئة عيش الباحث عن الذهب. هنا يأكلون ويشربون ويستريحون وينامون إن كان ولا بد. هاي الدولة لازم قلتنا الصحراء قاحلة لا ماء ولا مراء. لا يا شيخ خلق الرحمن ذل كان جانا خيالي. أشهر الوجبات هناك الكل يعرفها مارو ودلقان، وفيما يتعلق بالفاست فود أو الوجبات السريعة فمبسكيت سرقلة وقرتة ستكونان لك بالمرصاد، فهي المسعف عند الضرورة، وإن وجدت بعض الحاجات فبأسعار أغلى من أسعار توصف أحيانا بالغالية. شوف رما افيان باعهم بوش صغير 200 وقلي الماء لا الماء ما لحق، والبريقه هون ب 5000 بريقه الماء اقسمات، والبيدون 500 وقلي اسمع اقسمات، وكيل اللحم ب 300 وهذا ما 3000. التفكير في الحصول على الذهب ياتي بالنسبه للكيس بعد تعميق التفكير في السبيل اليه، سبيل ان اجتازه عليه ان يكون محظوظا ليحصد فسيفساء الذهب بعد عناء.